تفضل. فاضي على كتبك؟ ايه. عاكف بيك الشاب تبع المعلومات وصل لعنوان. ايه. وهلا صرنا بنعرف من اي عنوان اتصل بالانترنت. ارهان ارهان، انت القط اللي قدر يمسك الفاره، والله برافو عليك. يلا خلينا نروح نمسك هذيك الفاره. أوه قدير، تعال ابني. تفضل حضرة المدير، هاي الشاي. ايه ابني، وانت تسلى فيني كمان. ايه لا عمي، استغفر الله شو هالحكي هاد، بس فرحت لك كتير، الف مبروك. اوف بتشكرك، بس ان شاء الله اقدر على هالشغل يا ابني. رح تقدر يا عمي، تقدر، بس ظبط الجرافي تبعك شوي. لك ليه شبه هلأ صرت مدير عن جد يا عمي؟ هيك رأيك؟ ليك شو بدي قلك؟ عندك شي ناقص بالكافيتيريا ابني؟ ما بدي شي حاليا، شكرا. ايه لما يصير عندك ناقص بتخبرني فورا. شكرا حضرة المدير. قدير. رح أخبرك، لا تخلي الشاي يبرد. ايه ايه تمام. سلام. يلا الله معك، مر لعندك. ايه أهلا وسهلا. الطابق الأول هون؟ مع هيك هالقليل الشرف محظوظ، لو إنه ساكن فوق كان وقع من فوق لتحت. أرهان أنت استنى هون وأنا رح أتصرف هالمرة، وإذا حاول يهرب بتمسكه فورا. تمام، لا تقلق أبدا. يلا لنشوف. تفضل. أنا هون. تعال هون يا واطي، وأخيرا لقيتك يا قليل الشرف، احكي شو بدك مني، مين انت ولك؟ ليك يا سيد، انت عم تغلط يكون بعلمك. هيك لكان الحقيقة، انت اللي غلطت معي مو انا. من وين جبت هذاك الفيديو؟ مين انت ولك؟ يلا احكي شو بدك مني. فيديو شو؟ انا ما بعرف عن شو عم تحكي، اي قضية هي؟ عم يقول اي قضية؟ قضية انك تنهي عاكف اتاكول، بس لا تحلم بهالشي ابدا، عم تفهمه لك؟ ليك رح اسالك للمره الاخيره، مين انت وشو بدك مني؟ ليك اخي، انا نائب متقاعد وما بعتت فيديو لاي حدا، وحتى ما بعرف عن شو عم تحكي. انت نائب متقاعد؟ طبعا. يعني انت ما بعتت ايميل لالي مو هيك؟ لا ما بعتت شي. معناها صار في سوء تفاهم كتير كبير يا أخي، يا حضرة النائب صار سوء تفاهم، وأنا بعتذر منك كتير، لا تواخذني. أنا ما بفهم بهالحكي أبدا يا أخي، بأي حق بتتهجم علي وبدك تقتلني ببيتي؟ أنت رح تدفع تمن قلة أدبك. صدقني يا حضرة النائب إني مظلوم، وأنا كنت ضحية كمان لدرجة ما بقدر أوصف لك إياها، بترجاك تسامحني يا حضرة النائب. لا هذا الحكي ما عاد يفيدك بنوب، أنا رح أخبر الشرطة. بس عن جد أنا بعتذر منك كتير يا حضرة النائب. ألو شرطة النجدة؟ أنا آسف. دقيقة لا تروح، قلنا لك إنه غلطنا، لا تعمل هيك. وكن دندن يرم بلكي gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.